شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيتما ديستما سلام ربي في اللون. سيد الرئيس، سيد الأمين العام، السادة والسيدات الرؤساء ورؤساء الوفود، أخواتي إخواني الأعزاء، لا أخفيكم سرا، هي كلمة أتناولها باسم الوفد المغربي المشارك بكثير من التأثر وبزخم ومزيج من المشاعر، لأننا نؤمن أن ما يجمعنا بالأشقاء في الجزائر أكثر مما يفرقنا، فاللغات والثقافة والجغرافيا والتاريخ والعقيدة توحدنا وتعضد أخوتنا، كما أن المستقبل والمصير المشترك كونه نتاج مسار مشترك يجمعنا أيضا. كان بودنا أن تطأ أقدامنا في رحلتنا هاته لعناق الإخوة الجيران دون إكراه الالتفاف، والمرور عبر أرض الإفرنج لبلوغ أرض الإسلام لحضور تجمع الإخوة في الإسلام، لكن إصرارنا للحلول بين ظهراني إخواتنا بالجزائر كممثلي الشعب المغربي هو إصرار لعناق بين الشعوب الشقيقة وتشبث بالأخوة الإسلامية للتواصل والتشاور والعمل على تقوية اللحمة. الجزائر الشقيقة يا سادة أرض المليون ونصف مليون شهيد، بلد الشهداء الأجداد الذين ضحوا بدمائهم من أجل الأرض ومن أجل الحرية ومن أجل الوحدة الترابية، هي دروس ورسائل لهم لنا كأحفاد للتمسك بالوحدة والذود عن الوطن الذي لا يقبل التجزيء أو التقسيم أو الخيانة. والأكيد أن بناء الأفق الموحد إلى جانب باقي الأشقاء المغاربيين في تونس وليبيا وموريتانيا بنفس المرتكزات المشتركة هو سبيلنا الوحيد اليوم أو غدا بغض النظر عن الظرفيات العابرة، لأن الوحدة المغاربية قدر تاريخي لا مفر منه، ولأن بناء تكثل اقتصادي مغاربي ممتد في عمقه الحضاري العربي والإسلامي خيار استراتيجي لا محيد عنه. مصيرنا واحد وقبله مسار واحد في الكفاح المشترك من الانعتاق من نير الاستعمار، حيث كانت شعوبنا تتآزر بتلقائية رفضا للوصايا ودفاعا عن الحرية. ما يجمع شعوبنا يا سادة يتجاوز الإكراهات العابرة، لذلك جئناكم اليوم من موقعنا كممثل الشعب وممثل الأمة بقلب أخوي، نريد عناق الشعوب التواقة لضم بعضها البعض لنبصم على تاريخ جديد يكون في مستوى تاريخ نضال الأجداد الشهداء. ويبقى السؤال، هل نحن في مستوى هذا الإرث والحكمة والانتصار للوحدة كما أوصانا بذلك الأجداد؟ وفي نفس الإطار نعتبر هذه الدورة مناسبة يحل فيها المؤتمر مرة أخرى ضيفاً على الجغرافية المغاربية من جديد، على أهمية والتأكيد من جديد على أهمية وقيمة المغرب الكبير في ذاكرة هذه المنظمة البرلمانية الهامة. وهنا لا بد أن نتذكر إسهام المملكة المغربية في حدث تأسيس اتحادنا هذا وإرساء الحجر الأساس لإطار أردناه وأنشأناه معاً
سويا لتعزيز سبل التضامن الإسلامي وللإبقاء على صوت أمتنا الإسلامية مرفوعا ومسموعا وموحدا، خصوصا صوتها البرلماني الفاعل الحيوي، لكي يظل لها وضعها الاعتباري القوي وتأثيرها في مجرى الأحداث والتطورات الدولية. ومن باب التذكير دائما أستعيد بهذه المناسبة أشغال المؤتمر الثاني الذي احتضنته المملكة المغربية في الرباط يومي 27 و28 سبتمبر 2001 برعاية ملكية شخصية فعلية، تلك الدورة الثانية التي اعتبرها الأشقاء الحاضرون آنذاك دورة تستكمل مهام التأسيس وتمهد لترسيخ الجسور وتقوية الوشائج الأخوية بين المجالس الأعضاء مؤسسات وأفرادا وآفاقا وتوجهات ومرجعيات. وكان حرصنا ولا يزال بالتأكيد هو ذاته الحرص الجماعي لدى جميع الأعضاء بدون استثناء، وهو أن نلتقي بانتظام لنتحاور ولنتبادل الرأي ولنتوافق على الدوام حول الحد الأدنى الذي يجمعنا، ولنقرب الأفكار والخيارات ولنوحد الآفاق المتعددة في أفق واحد يأخذ بعين الاعتبار معناها التاريخي ومفهومها الحديث والمعاصر. ونحن كأمة إسلامية وكمجموعة برلمانية حيوية لها ثقلها السياسي والدبلوماسي والرمزي والأخلاقي، وجب أن نرفع صوتنا في العالم المعاصر في مختلف المنتديات والمحافل الدولية دفاعا عن مكانتنا وقيمنا وقضايانا المشتركة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني المجاهد الصامد، وضمنها قضية القدس الشريف بمركزها ومقدساتها وثقلها في قلب الصراع. قد تختلف المقاربات فيما بيننا وتتعدد أوجه النظر والاجتهاد، لكن لا أحد بإمكانه أن يقلل من مركزية القضية الفلسطينية في وجودها الإسلامي والعربي، وقد كان ذلك هو خيارنا الاستراتيجي الذي لا محيد عنه منذ احتضنت المملكة المغربية القمة التأسيسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في أعقاب حادث إحراق المسجد الأقصى المبارك سنة 1969. تلك القمة التي أسست للقضية الفلسطينية لتكون أولوية من الأولويات الراسخة في الدينامية والبرامج والخطوات الدبلوماسية لأمتنا الإسلامية. وما تلا ذلك الحدث التاريخي من قمم ومؤتمرات، وخصوصا إحداث لجنة القدس الشريف الذي يفخر المغرب برئاسة عاهله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي السعي بمطالبها ومقترحاتها صوب القوى المؤثرة في العالم والمقتنعة بآفاق السلام والأمن والاستقرار إن على المستوى الدولي أو في منطقة الشرق الأوسط. وهو نفس الفخر الذي نستشعره بما ينجزه بيت مال القدس التابع للجنة والكائن مقره بعاصمة المملكة من أعمال وما يقدمه من دعم ملموس في الميدان لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية. وقد تجاوزت هذه المشاريع التي تغطي قطاعات الإعمار والصحة والتعليم والثقافة والرياضة 200 مشروع مهيكل، بلغت حصة مساهمة المملكة المغربية في تمويلها 75%. السادة الرؤساء ورؤساء الوفود، أيها الحضور الكريم، لقد عشنا جميع الدورات السابقة لمؤتمرات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي كما أصبحت تسمى لاحقاً، وتشرفنا في برلمان المملكة المغربية بأن ترأسنا دورتين
قمنا خلالهما بواجبنا في جمع وتوحيد الرؤى وفي تقديم مقترحات عملية لتطوير هياكل اتحادنا وتقوية سبل فعاليته ونجاعته. ولم نأل جهدا في أن نجعل من القضية الفلسطينية مسؤولية تاريخية تستهدف في كل الظروف والشروط والأحوال الالتفاف حول القرار الفلسطيني المستقل والاصطفاف الوحدوي حول الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في استقلاله الوطني وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتمسك بعودة اللاجئين غير القابلة للنسيان أو التجاهل أو التقادم أو التصرف من أي مكان. وسعينا سنة 2019 مع بعضنا البعض إلى وضع تصور مشترك يركز على أولويات العمل الوحدوي وتوحيد الجهود والأفكار والاجتهادات وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض واحترام سيادة ووحدة تراب جميع الدول الأعضاء ونهج أسلوب الحوار والتشاور والانخراط في آفاق التضامن والتعاون والإخاء. تلك إرادتنا دائما وقد كانت وستظل، وهي الإرادة نفسها المنطلقة من دستور المملكة المغربية كدولة إسلامية برصيدها التاريخي المطبوع بتعايش الحضارات والأديان والثقافات. لا يسعنا إلا أن نعبر عن استنكارنا الشديد للجريمة النكراء المتمثلة في إحراق المصحف الشريف من طرف متطرفين في بلدان أوروبية، وهي ممارسة ليست الأولى من نوعها أو من جنسها في قارة ظلت تسوق نفسها مهدا للديمقراطية ولحقوق الإنسان متجاهلة أن الحق في التدين وممارسة الشعائر الدينية حق من حقوق الإنسان، بل عنوان من العناوين الأساسية للحقوق الإنسانية المكفولة شرعا وقانونا. وهذا طبعا ما لم تتحرك المؤسسات الأوروبية لإدانة هذا التصرف الهمجي المدان وغير المسؤول، فإن مثل هذه الممارسات المشينة التي تغذي بذور التطرف والإرهاب والخرق السافر لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق الدولية تجعلنا أمام ازدواجية المعايير واختلال الموازين في المنظار الأوروبي لقياس مدى التزام الدول بهذه المواثيق والعهود، كما يكشف مدى ضبابية رؤيتها المطبوعة بالنفعية ورواسب النظرة الاستعمارية المتجاوزة لحقوق الإنسان ولحوار الأديان والحضارات والثقافات في عالم عنوانه المنشود تدبير الاختلاف من أجل العيش المشترك وليس العيش من أجل صناعة الاختلاف وبالخلاف. والمفارقة اليوم والتي لا تجد تفسيرا يسير العقل والمنطق هي تحرك هذه الدول لتنبيه رعاياها للمزيد من الحيطة والحذر على ضوء احتمال هجمات إرهابية ردا على حرق المصحف الشريف، في حين كان عليها الخروج للإدانة والتبرؤ من هذه الأعمال. إن التسامح يا سادة في بلداننا ليس هو نفسه في أوروبا ولا يمثل قاعدة للتعامل مع المسلمين في الديار الأوروبية، ونحن لا نطالب إلا بالمعاملة بالمثل. وكما نشهر قيم التسامح مع الديانات الأخرى نصب بدورنا إلى التسامح مع ديننا الحنيف، فحرق الكتب السماوية والمساس بقدسيتها لا علاقة لها بحرية التعبير، فهل هي العقلية الإمبريالية التي لا تزال تتعامل وفي الألفية الثالثة وبعقلية بائدة بقيت حبيسة النظرة الدونية التقزيمية للأفراد والشعوب والأمم؟ وقبل الختام أجد نفسي مضطرا
إلى تصحيح بعض المفاهيم، لكن قبل ذلك نود التعبير عن امتعاضنا الشديد كوفد مغربي عن برلمان المملكة المغربية بغرفتيه، واحتجاجنا الأشد لدى السيد الأمين العام للاتحاد عقب كلام صادر عن سيدة البرلمان الأنديني يمس بالوحدة الترابية لبلد عضو ومؤسس للاتحاد وأثناء فعاليات وأشغال الاتحاد. والسيدة ليست عضوة في الاتحاد، مجرد ضيفة، ولا تربطها أي علاقة بالتعاون الإسلامي، وهو ما نعتبره السيد الأمين العام المحترم خرقا سافرا لأهداف الاتحاد والتقيد بميثاقه، وزيغا عن فلسفة تنشئته ومراميه، وهدرا لحقوق الدول الأعضاء داخل الاتحاد، ومسا بكرامتهم، وخدجا لحيائهم، وحطا من وقار وهيبة فضاء الدول الإسلامية من خلال السماح لأفراد لا علاقة لهم لا بالعروبة ولا بالإسلام، فقط لهم علاقة وطيدة بزرع البلبلة وتسميم الأجواء الأخوية بين الأشقاء بالتدخل في شؤون داخلية بين أبناء الوطن الواحد. ونهيب بالسيد الأمين العام بالسهر على عدم تكرار هذا السلوك، والعمل على سحبه من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي. فالمغرب كما الجزائر الشقيقة عانى من نير الاستعمار ونير الإمبريالية، وكان كفاحهما مشترك من أجل الحرية، وحصل المغرب على استقلاله منذ منتصف الخمسينيات، ومنذ ذلك الحين وهو ورث للبناء واستكمال لوحدته الترابية. لذلك وجب التمييز لمن اختلطت عليه المفاهيم بين المستعمر المعمر الطامع في الأرض والمجزئ لها، وصاحب الأرض الذي يسعى للذود عنها والحفاظ على إرث الأجداد من خلالها. ولإخواني في الجزائر الشقيقة أقول: هل كان لابد للسماح بتعكير هذا الجو الأخوي لبلد جار وأخ شقيق يحل ضيفا بين إخوانه وأخواته بعد حفاوة اللقاء وحرارة العناق وكرم الضيافة؟ لا أعتقد أخوتي أن ذلك كان ضروريا، وسأستعير تعبير للسيد النائب المحترم يوسف الرحمنية عن المجلس الشعبي الوطني لما قال خلال اجتماع للجنة السياسية عقب حديث بين الأشقاء: هنيونا، وهو تعبير دارج في المغرب أيضا. وأنا بدوري وسيرا على قول السيد النائب المحترم أقول لكم رجاء ثم رجاء باسمي العروبة والأخوة والأمازيغية والإسلام: هنيونا. وسأختم برائعة الراحل الجزائري بحمان الحراشي رائد الفن الشعبي العاصمي، وهو يقول: سعفني ونسعفك، قدرني ونقدرك، عهدني ونعهدك، ما تسبقني العار، الله يخلينا أحباب طول الدهر واليام، والله نجينا من العيوب والجار حبيب الجار. كل متمنياتي بالنجاح لأشغال المؤتمر. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.